البداية بالخبر الصحي، هل هو خطأ أو إهمال طبي؟ حالة محمد من منطقة قسطة بإقليم الدريوش الذي تعرض منذ سنوات لحادثة سير أجرى على إثرها عملية جراحية على رجله اليسرى، يقول محمد بأنها لم تكن ناجحة بالنظر للمضاعفات الصحية التي يعاني منها حتى اليوم، مما يطرح السؤال من جديد حول طبيعة ما حصل، خطأ أم إهمال؟ أو أن لا شيء بإمكان إثباته؟ الجواب في روبورتاج فؤاد العزوزي ومحمد حجوب. في بيته المتواضع قرب قسيطة بإقليم دريوش يرقد محمد على فراش المرض منذ سنة 2006، تاريخ تعرضه لحادثة سير خضع على إثرها لعملية جراحية في رجله اليسرى، عملية يقول إنها لم تكن ناجحة بسبب خطأ طبي أدى إلى تقرح جراحه ومضاعفات صحية مؤلمة قلبت حياته وحياة أسرته المكونة من 9 أفراد رأسا على عقب. 2006 وانا كنشرب الكنينة ديال الميكروب وكنشرب الدواء الى اخره، داك الدواء بحال ما شربت انا شربت هادي 4 ايام ولا 5 ايام خرج فيها الدود. هو داك الطبيب دار الخطأ، فهمت، دار لي الخطأ في رجلي. كنمشي للاطباء الاخرين كنقول لي سير عند رجع داك الطبيب اللي دار كذاك الشيء، رجع عنده. منين كنرجع عنده ما عطيليش الوقت. الحالة الصحية ديالو كيف كتشوفوا الاخوان راه متدهورة جدا، ووصل لحد النهش الدود في الجسم ديالو، والحالة الاجتماعية ديالو راك في حال الحالة ديالو فقيرة. اجتمع الفقر والمرض، فأن السبيل إلى إثبات خطأ طبي أمام القضاء. بعض رجال القانون يرون أن الخلل في صعوبة إثبات العلاقة السببية بين الضرر والخطأ الطبي، إذ غالبا ما تلجأ المحاكم في مثل هذه الدعاوى إلى إحالة الملف على الخبرة الطبية، ناهيك عن قلة فصول المتابعة في القانونين الجنائي والمدني. التشريعي بالنسبة للمغرب سواء على المستوى القانون المدني أو على المستوى الجنائي. في القانون المدني عندنا فصلين ديال المسؤولية تقصيرة 79 و80 هما اللي تيحيلوا وتيحملوا المسؤولية ديال الطبيب، وفي القانون الجنائي كاين فصول ديال الإهمال وديال التقصير، وهادو فصول شحيحة. هنا تتكون استحالة الإثبات بالعلاقة السببية بين الضرر وبين الخطأ الطبي. وأمام صعوبة الإثبات وغياب أي تعويض مادي وتدهور صحي مستمر، سيظل محمد تائها بين وثائق وشهادات طبية لا حصر لها، في انتظار من سيرفع الحيف عنه وعن أمثاله من ضحايا الأخطاء الطبية قبل فوات الأوان.